السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير وبركة مشاهدينا ومستمعينا الكرام. يحلى لقانا معاكم من جديد في عصرية وفي يوم جديد مبارك من أواخر أيام هذا الشهر الفضيل وهو 28 من شهر رمضان. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا ودعواتنا، وبنتابع معاكم اليوم طبعا في حلقتنا كثير من الأمور، منها استعدادات المطار لاستقبال عيد الفطر المبارك، وبتكون أيضا معانا في استديو عصرية الدكتورة ابتسام الجلاهمة واللي بتكلمنا عن كيفية المحافظة على صحتنا بعد رمضان، وكثير من الفقرات والمواضيع اللي بنشاركهم وبنتواصل عبرها معاكم. ومثل ما انتم عارفين في بداية كل حلقة من حلقات عصرية عندنا سلسلة صايم الصغير اللي عودناكم عليها في بداية كل عصرية من عصرياتنا، طبعا قاربت على الانتهاء ورفجنا فيها طول هذه الفترة، رفجنا أبنائنا وشاركناهم أجمل إنجاز لهم بصومهم لأول مرة وتأديتهم هذا الركن الجميل من أركان الإسلام وهو الصوم. واليوم بتكون معنا بنتنا موزة المري اللي بتكلمنا بكل براءة عن تجربتها في الصيام. تابعوا. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. بسم الله. أنا أحب رمضان لأن رمضان القرآن نزل في شهر رمضان وعودنا على الصوم وخلى جسمنا يتقوى. يفيدنا الصوم وأن يقوي الجسم ويقوي نبضات القلب وتنظيف الكلية. أشوف المدفع لأني أنطر أذان المغرب وأفطر وأروح أصلي. اللي يبي يدخل الجنة يصلي يقرأ قرآن ويصوم ما يطول صوته على أمه وما يقول كلام مقحف. يلا يا رب إنك تغفر لي وتغفر كل المسلمين وتنجحني وتنجح أخواني وتنجح عيال الناس. أنصح الأطفال أنهم يصلون ويقرون قرآن ويصومون وما يطولون صوتهم على أمهم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا موزة. ومشاهدينا مثل ما احنا كلنا عايشين ان خلاص احنا في الاسبوع الاخير من شهر رمضان المبارك اللي مشى بسرعه، والسعيد فينا من اغتنم هذا الشهر في الطاعات واعمال الخير وفي المحافظه على الصحه عبر اتباع انماط صحيه تتناسب ومعاني هذا الشهر الفضيل، مستفيد منها وعلشان تعينا على مرحله ما بعد رمضان. فللحديث عن المحافظه على الصحه بعد رمضان معنا طبعا في الاستوديو الدكتوره ابتسام الجلاهمه استشاريه طب الاسره في مؤسسه الرعايه الصحيه الاوليه، ويا هلا ومرحبا فيك. يا هلا ومرحبا، حصه من عواد ان شاء الله والله يتقبل الصيام والطاعات ان شاء الله. اللهم امين ومنا ومنك. عندنا سؤالنا دكتوره، شنو الاثر الصحي العام اللي يعني من الصيام ممكن بالفعل ياثر علينا احنا يعني كصيام؟ طبعا الاثر الصحي اذا اتبع الصيام بالطريقه الصحيحه في التغذيه في الحركه، يعني ما كان الواحد يعني ما يسوي رياضه، بالعكس انه هو يسوي رياضه، فهذه لها اثر كبير. شافت الدراسات ان لها اثر كبير وجيد على الصحه، مثلا في راحه حق الجهاز الهضمي، لما الجسم يصير في صيام لساعات طويله يبتدي الجسم بحرق الدهون لانه يحس انه نوع من المجاعه فيحرق الدهون فيتخلص الجسم من الوزن، وبحرق الدهون ايضا يتخلص الجسم من السموم. وجدت الدراسات ان السكر عفوا الدهون الثلاثيه تقل بنسبه 30 الى 40%، والدهون الحميده اللي تحمي القلب اللي نبيها تزيد
اللي هو يسمونها الـ HDL، هذه تزيد بمعدل 14% ضغط الدم. شافوا أنه بعد الصيام أو أثناء الصيام ينخفض، وكذلك معدلات السكر. هذه في حالة إذا الواحد اتبع أثناء الفطور والسحور نمط أكل معين، وجد أن الصيام يقوي مناعة الجسم. طيب يعني دكتورة، معناته أن إحنا من رمضان ممكن نطلع يعني منه بنمط حياة صحي ثاني؟ نعم، أي طبعاً طبعاً إذا كنا في رمضان نفسه تبعنا الأساليب الصحية الصحيحة. نعم. طيب وشلون نستفيد يعني من هذه العادات بقية شهور السنة؟ نعم. يعني إذا مثل ما تفضلتي، نعم، صحيح احنا بنتبع احنا نظام غذائي، بس يعني مثلا هل هو مراجعة مثلا حتى لو انا يعني سليمة ما اعاني من اي مرض، نعم، هل انا اراجع دكتور او دكتور تغذية مثلا، نعم، اواظب معاه؟ لان يعني في رمضان اوكي يمكن اركز على اشياء معينة، نعم، بس باقي شهور السنة شلون؟ طبعا في رسالة محددة بوصلها حق المدخنين. انتم قدرتوا انكم توقفون التدخين لمدة 15 ساعة في اليوم، فبتأكيد أن أنتم قادرين توقفون التدخين، فاستقلوا هذه الشهر، لأن توكم جسمكم تعود على عدم، صحيح، التدخين، فاستقلوا هذه الشهر لوقف التدخين. طبعا هو على غرار التدخين، على غرار نقول المشروبات الغازية وكل، نعم، هذه، نعم، نعم طبعا هذه كلها يعني حتى المشروبات الغازية الناس اللي تنظف يعني، نعم، مثل ما قلت لك السموم كلها تطلع. المشروبات الغازية يعني اللي الواحد وقفها في رمضان فيقدر انه يوقفها عقب، حتى الأكلات اللي هو مثل ما نقول السريعة، الوجبات السريعة، احنا وقفناها في رمضان لأن كنا نركز، فنقدر نوقفها بعد رمضان. طبعا في أنماط معينة يعني احنا متعرف عليه أن نفطر بتمرة أو رطب ونشرب شوربة ونروح نصلي، نعم، هذه طبعا يعطي إشارات الشبع، فالإنسان بالتالي عقب ما يأكل وايد، فهذه النمط ياريت أنه يتم لي بعد رمضان، أنه نبتدي بشوربة أو بسلطة نأخذ وقت وبعدها نأكل عشان يكون تنترس المعدة نصها، صحيح، فالواحد ما يحس بالجوع ويصيد اندفاع على الأكل. الله يسمع منك دكتورة ونعيش يعني على هذه البرمجة، نعم، إلى ما بعد، نعم، رمضان. إحنا طبعا بنستكمل حديثنا، نعم، مع بعض، ومستمر طبعا حديثنا مع الدكتورة، وأيضا من جانب آخر فعاليات شهر رمضان أيضا مستمرة في مختلف الجهات والأماكن. ومن هذه الفعاليات عندنا معرض الحرف العربي في نسخته الثالثة اللي افتتحه المركز الشبابي للإبداع الفني. تفاصيل هذا المعرض بيطلعنا عليها نديبنا فواز مزهر. حياكم الله ويا هلا وغلا فيكم مشاهدينا، متواجدين اليوم في مركز الشباب للإبداع الفني، عندهم فعالية حلوة تحت مسمى روحانيات رمضانية تهتم بالحرف العربي وجمالية الحرف العربي وسحره. للحديث أكثر عن هذا المجال الكبير تحت مسمى روحانيات رمضانية راح يكلمنا عنها رئيس مجلس إدارة المركز الشبابي للإبداع الفني الأستاذ الفنان سلمان المالك. يا هلا وغلا فيك. يا مرحبا، حياك الله. سعيد بك في المركز وأنا سعيد بوجودك معنا. وأنا أسعد. الله يسلمك. الله يسلمك. أنا ودي أنك تكلمني عن هذه الفعالية الحلوة. والله قبل لا تقول، نعم، احنا راح ترى نلف على اللوحات على أساس المشاهدين بعد يشوفون هاي اللوحات الحلوة وتكلمنا عنها. ساعت المباركة لنا، أولا وجودكم معنا وبارك عليكم ما تبقى من الشهر إذا كان باقي فيه كم من يوم. بالنسبة للمعرض أنا يعني أولا ودي أعطي المشاهد الكريم فكرة عن، نعم، المعرض. إحنا هذه في نسخة الثالثة مثل ما تفضلت، نعم، وعلى اعتبار أن إحنا صار لنا 3 سنين إحنا في المركز اتخذنا أن إحنا نقيم معرض الحرف العربي، نعم، على أول الخط العربي، لأن هذه الحرف مرتبط بروحانيات الشهر، نعم، وأنسب موضوع ممكن أنت تحتفي فيه في هالشهر على اعتبار أنه لغة القرآن أو الحرف اللي كتب فيه القرآن. ثانيا أنا أعتقد أنه هو اختراع إسلامي عربي بامتياز، يعني ما حد شاركنا فيه، يعني أنت لو رحت عرفت هذه اللوحة في أي بقعة في العالم يقول لك هذه خط عربي، وبالتالي هذا شيء نفتخر فيه. نعم بالضبط،
يعني احنا طبعا اخترنا مجموعه من الاعمال منتسبه للمركز، هذه الاعمال خلينا نتمشى على يعني مثلا اغلب اللوحات فيها باخذها اما من القران الكريم او من الحديث الشريف او يعني الجمل اللي مكتوبه. يعني سلمان اللي مشاركين اكثرهم نعم شباب؟ نعم يعني فئات نعم عمريه نعم معينه ولا نعم؟ لا من الشباب، من فئه الشباب. ايه؟ شبابنا من يعني مثلا هاي الاعمال اللي هنا مثلا منتسبه المركز نورة المناعي، واحدة من منتسبات المركز والمجتهدات صراحة في يعني خطت هالخط. يعني صراحة أنا أولاً سعيد بشكل عام إن عندنا طاقات شبابية ويقدمون الخط صراحة بطريقة فيها نوع من الفن فن شيء عجيب. يعني أنا وتركيب الألوان لا والخط العربي الله يسلمك هو عبارة مثل المسألة الرياضية، مثل يعني محلولة واحد زاد واحد يصير اثنين. يعني ما في ما تحس لو في خلل تلاقي يعني في مشكلة، لكن تحس إنه هو بشكل انسيابي في حل رياضي. صحيح تحس إنه حل رياضي التركيبة هندسة. إيه وإذا الفنان مو بس مجرد إنه خطه حسن، لا هو لابد إنه يكون عنده حلول مثل الهندسة. يعني أيوة عملية فيزيائية هندسية. يعني تلاقيها مثلا شوفني مثلا يعني يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يعني فيه نوع من حتى البسملة أشوف محطوطة بطريقة وكأنها هلال لو تلاحظ. يعني هذه حل رياضي، يعني حل يعني في مساحة عندك أنت شلون تحل هذه المساحة. سلمى هذه أنت تقيمونها يعني لها مثلا طبعا؟ لا احنا طبعا احنا خلال عندنا موسم يعني السنة كاملة المنتسبين المركز يقومون بتقديم يعني خطوط عديدة. وبالتالي احنا اخترنا بس لان القاعة ضيقة وفي نفس الوقت اخترنا نماذج يعني منتقاة من اعمال هاي مثلا الاخت عاشة ايضا من بناتنا ومنتسبات المركز. مثلا شوف مثلا الحل اللي اقول لك عنه خير الناس انفعهم للناس. يعني ما يعني الناس شوف شلون محطوطة بطريقة يعني هو هاي الحل هاي الابتكار. هو ابداع. إيه مش بس انه واحد يكون خطه بالزين وخلاص، لا 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 هو ابداع نفس نعم مثلا نعم كاتب القصه او الشعر او مثلا اللي نفس مثلا القصه فيها بدايه ووسط ونهايه يعني وفيها حبكه كيف الواحد يبدع فيها وكيف الواحد يوصل لهذه نعم المرحله. هذه مراحل طبعا اكيد. يعني شوف مثلا عاشه ما شاء الله عليها قدم أعمال. طبعا البنات عندنا نسبة البنات في قسم الخط يسرهم الخط، لأن الخط يحتاج صبر ومحتاج دقة ومتابعة ونوع من يعني طيب أبيك تقول لي ليه متى هذا المعرض بيكون؟ المعرض قائم ليه عقب العيد. طبعا احنا الحين عندنا إجازة العيد على اعتبار ان المركز الشبابي بالإبداع الفني تابع لوزارة الشباب والرياضة، وبالتالي احنا راح نغلق مع إجازة الدولة في الفترة اللي جاز، وإن شاء الله بعد اللي جاز بأسبوعين المعرض مفتوح فترة صباحية ومسائية ما شاء الله لكل الزائرين إن شاء الله. وأنا أتمنى أن المتذوقين الخط ومحبي الخط أو عشاق الخط العربي يحضرون ويشوفون المعرض. وهذه الفعالية تساهم يعني تساهم نعم في إبراز يعني بعد الخط العربي. لازم إحنا نحتفي فيه وسط الحين الآن في خط بالكمبيوتر وفي صحيح في أشياء وايد الزاحم العمل اليدوي، وهذه الصناعة مثل ما قلت صناعة إسلامية عربية يعني لابد إن إحنا نحافظ عليها ونحتفي فيها ونهتم فيها. حافظ على التراث بعد نعم هذه فاطمة يعني أنا دائما أسألهم. أنا في المعرض سألت بنتنا فاطمة أقول لها فاطمة المناعي أقول لها تي شلون احساسك بانت سويتي يعني هالعمل هذه انجز. تقول انا صراحه بعد ما انجزت ما صدقت ان انا مسويت العمل. الله الله. فيعني تحس ان هي يعني ان هذه العمل في نوع من التسبيح في نوع من القدسيه. انا اتصور ان يعني الخط العربي لا علاقه بالتصوف الاسلام بالتصوف نعم. في ناحيه فيها من نوع من التصوف نعم. والحرف العربي شيء جميل
وانا اعتقد انه هو مثل ما قلت لك بساعه هو منجز أكيد يعني أكيد شيء أكيد يعني منجز أكيد اسلامي عربي ان شاء الله يعني. اي نعم. طبعا انتم دائما تفاجئونا في فعالياتكم الحلوه، هل نعم. في شيء بعد العيد؟ احنا حاليا احنا عندنا طبعا بعد العيد استمراريه لصيف وفن، عندنا برنامج صيف وفن لفئه الاطفال والشباب والورش التخصصية لين بداية الموسم لشهر 9 إن شاء الله بيبتدي موسمنا الثقافي مع بداية العام الدراسي. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. شكرا على إتاحة الفرصة. أنا سعيد. شاكرين لك. أنا سعيد. يعطيك العافية. شكرا. هذا اللي عندنا مشاهدينا وشكرا لكم. شفنا معكم مشاهدينا هذا التقرير فيما يخص الحرف العربي، والآن فقراتنا ما زالت مستمرة معكم في عصرية، وبعد الفاصل بنتابع جولة من جولات الشرطة المجتمعية مع نديبنا محمد اللخن. انتظرونا. حياكم الله مجددا مشاهدينا، ومثل ما وعدناكم بنروح معاكم الجولات التوعويه اللي في شهر رمضان، طبعا كانت كثيره وبدت معنا من شهر رمضان الكريم من بدايته في اكثر من اداره، وجولتنا اليوم بتكون مع الشرطه المجتمعيه، بنتعرف اكثر على دورهم التوعوي وجهودهم. نديبنا محمد اللخن كان بالامس موجود ورافق هذه الجولات، خلونا نتابع. مشاهدينا الكرام مرحبا بكم مسهلا. اليوم لازم نتكلم على موضوع جدا مهم لكل اطياف المجتمع، صغار وكبار وشيبان وحتى الاطفال يهمهم ايضا. لموضوع مثل هذا هو موضوع الخدمه المجتمعيه اللي تهم بارت مهم او مجموعه كبيره جدا من المجتمع. الشرطه المجتمعيه في قطر معنيه في توعيه المجتمع الى اي مدى من الامن والسلامه يجب ان يكون واعي فيه المجتمع. لذلك الشرطه المجتمعيه تقوم بدور جدا جبار خصوصا في الفتره الحاليه في انها توعي المجتمع، يا مجتمع انت عليك كذا ولك كذا كحق. فلذلك معنا مبارك بن سالم الآن القمرة، وهو نقيب في الشرطة المجتمعية يعمل كرئيس قسم الفروع الخارجية بالشرطة المجتمعية. مرحبا بكم السلام. الله يرحب فيك. يا مرحبا. الله يحييك مبارك. أعتقد الشرطة المجتمعية جدا دورها مهم. الآن كشرطة مجتمعية إيش الحملة اللي تقومون فيها وإيش تسوون؟ والله في هذه الفرصة نهني المجتمع بحلول العيد المبارك، والتواصل مع المجتمع بكافة طوائفه يكون عبر القنوات الرسمية والوسائل المتاحة. الحمد لله في شهر رمضان تم تغطية يعني أربع مناطق جغرافية تعتبر من أكبر المناطق في قطر، منطقة الشمال، منطقة الريان، منطقة الشحانية اللي هي قرب العاصمة، كذلك منطقة الجنوب. الوكرة كثافة سكانية. نعم الوكرة وضواحيها. جميل. الحمد لله يعني في التغطية هذه تكون تغطية جولات ميدانية توعوية لأصحاب المحلات وجمهور المحلات، المحلات بمختلف أنواعها، يعني المحلات اللي منها المطاعم والمصارف والمحلات الغذائية والجمهور. يعني استقلينا تعاوننا مع الجمعيات الخيرية منها جمعية قطر غراف وجمعية عيد الخيرية في استغلال الخيام الرمضانية لتوصيل أو إرسال رسائل واضحة للمجتمع مهمة. نعم للمجتمع من خلال التأمين الذاتي والمشاركة الفعالة مع المجتمع، التواصل المثمر مع المجتمع، لأن احنا يعني اللي توصلوا له العلماء فيها أن الأمن لا يتحقق على عاتق الشرطة فقط، إذا ما كان في تعاون من المجتمع وتكاتف اللحمة بين المواطنين والمقيمين مع الشرطة لن تتحقق مفهوم الأمن الشامل. جميل. الله يعطيك العافية. على هذا الضوء عندنا ما شاء الله الشباب مثل ما تشوفون. الله يعطيهم العافية. عندهم ما شاء الله. بيض الله وجهكم يا ربع. رسائل. لا أنت والله يعطيك. توعوية بمختلف اللغات، يعني عندنا في أربع لغات. نعم اللغة العربية والإنجليزية واللغة الملبارية واللغة لغة الأردو. يتوجهون على المحلات المحل الموجودة، إن كان محل مطاعم له رسائل واضحة. جميل. ورسائل خاصة فيه. وإن كانت محل أصباغ ومعدات بناء كذلك لها رسائل واضحة، عدم وجود الأصباغ، وجود متزاحمة بالقرب في الأماكن تكدسها مما يعني يساعد في الاشتعال وسرعة الاشتعال، كذلك المطاعم يتم تأمينها من خلال تحدث مع أصحاب المطاعم بأن هناك خطورة مؤقتة إذا ما كانت هناك في اهتمام التهوية السليمة، الأنابيب الغاز مراقبتها ومراقبة الخراطيم الغاز، لابد أن يكون يعني الشخص واعي
بمسؤولياته، لأن يعني الخطورة هذه خطورة مش على الشخص نفسه، على الشخص وعلى المجتمع فيما بعد. جميل، يعني ممكن يضر أكثر من شخص وأكثر من طرف. أكيد. وسالم، عشان ما نستطرد في النقطة هذه، في نقطة مهمة جدا تهمني. طبعا. موضوع حتى الزبون نفسه، إيش الحمل اللي مفروض أنه يعي أنه لازم يسويه الزبون باختصار عشان يمدينا ندخل ونأخذ النظيف من داخل؟ الله، الجمهور بشكل وكافة الطوائف يهمه الأمن الذاتي، الأمن الغذائي، الأمن البيئي. إذا كان هو عارف أن هذا المكان مؤمن مراقب بالكاميرات الأمنية، عارف أن أي شيء أي في حالة فقدان أي غرض منه فيما بعد راح يتحصل عليه، لأنها تعتبر مراقبة مزدوجة، مش مراقبة من شخص واحد، مراقبة بعدة جهات. الله يعطيكم العافية. الله يجيكم، خليك مع الربع، وبيض الله وجيكم كلكم، ما قصرت ولا أنتم، وأنتم اللي نقومكم، بيض الله أنتم اللي تقومون من. الله يعطيكم العافية، إن شاء الله نتوجه على المحال ونوعي نفس ما كنا شغالين. الله يعطيكم العافية، خليكم على راحتكم، محن قاطعينكم. تفضل يا خل نروح داخل المحل ونشوف بعض أحد الزبائن اللي هنا. نتكلم على مسألة الأمن في المحلات. يا مرحبا، السلام عليكم. عليكم السلام. يلا حيه. الله يبيك ويسلمك. كيف الحال طال عمرك؟ الله يطول عمرك ويسلمك. بداية بنكلمك على دخولك في أي محل، إيش تتوقع أهم شيء لازم تشوفه في المحل؟ والله من ناحية أمنية أهم شيء يكون تكون هناك كاميرات يعني مراقبة وكاميرات تصوير موجودة في المحل. ليش تتوقع الكاميرا مهمة؟ والله يعني من ناحية أمنية لا أكثر ولا أقل. سبحان الله، تضيع شيء، يطيح منك شيء، بطاقة، بطاقة بنك. يعني تتوقع المحل اللي تدخله وأنت مثلا شايف فيه الكاميرا يطمنك أكثر من المحل اللي ما فيه كاميرا؟ يستحسن. نعم صحيح، أنك تشوف الكاميرا موجودة في المحل نفسه. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. كان ودنا ناخذ زباين أكثر، الوقت يمكن ما يسعفنا في هذا التقرير البسيط اللي مثل ما شفتوا فعلا الدور مهم على صاحب المحل نفسه، وأيضا الدور مهم على الزبون. يجب على الزبون أن يعين أنه يدخل على محل ويتأكد من وجود الأمن والسلامة فيه عشان يتطمن نفسه. فلذلك نشكر الشرطة المجتمعية على هذه الحملات التوعية الجميلة والرائعة التي يقومون بها. بارك من سالم القبرة، يعطيها ألف عافية على هذه الحملات، فعلا يحسب له هذا المجهود الجميل. هذا كل ما لدينا، إن شاء الله يعطيكم ألف عافية لكم في الاستديو. شكرا محمد، ويعطيك العافية، ونبارك هذه الجهود المبذولة في سبيل الأمن والسلامة. طبعا نرجع لحوارنا مع الدكتورة. دكتورة، طبعا احنا نذكر المشاهدين ان احنا قاعدين اليوم نتكلم عن المحافظة على صحتنا ما بعد رمضان. فكيف نمارس عملية الانتقال من نمط حياتي الى مرحلة مقبلة ان شاء الله؟ حصة، اود ان اركز على نقطة وايد مهمة اللي هو بيصير أول أيام اضطراب في النوم. تقولي لي؟ نعم صحيح. لأن شوفي أنت كل ما مثلا يوم معين تعرفين الساعة كم تنامين، سبحان الله أنت ما تلاحظين أن الأيام العادية تقعدين في وقت محدد اللي تقعدين فيه، حتى أيام الإجازة هاي يسمونها الساعة البيولوجية. نعم. طبعا احنا حين عودنا الساعه البيولوجيه احنا نتاخر في النوم، صح. فبصير عندنا مشكله اول ايام ما بيكون في نوم كافي، لان مضطرين نصحى من وقت عشان العيد، بننام متاخر وبنصحى من وقت، لا بعد نكون مواصلين احيانا، مواصلين بصير في خمول، في تعب، في تكسر في الجسم، في صداع. فنحاول من اليوم ان احنا نجدم نومنا، حتى لو مثلا اول كم من اول يوم ما قدرنا، يوم ثاني بتينا، يعني نحاول ان نروح الفراش ونسكر النور ونحاول ان ننام. هذه نقطه وايد مهمه، لان عشان نتجنب اضطراب النوم في اول ايام. النقطه الثانيه ان احنا بننتقل الحين ان شاء الله ايام العيد بناكل ريوق، صحيح. انزين، طبعا الناس مشتاقه حق الريوق فتقوم تثقل في الريوق، مع ان يوم العيد ان ورانا اللي هو غدا العيد. نعم. فنحاول ان ما نثقل في الريوق، ما ناكل اشياء مثلا فيها دهن، ناكل شيء خفيف، من نوع نحط طبق مثل في خيار مقصص، طماطم مقصصة، الأخوان اللبنانيين دائما يحطونها، لبنة. ما تخيل ريوق العيد بدون بلاليط. هذا هو، ما نبي، لا البلاليط. أنا كنت بتكلم عن البلاليط. البلاليط غني بالسكر، غني بالدهون، بالكربوهيدرات، البيض، ما قلي. يعني قيمة بسيطة. أحاسب يعني فيها، برمج نفسي. نعم، إذا ملعقة ملعقتين فقط ما نكثر. هذا هو. لأن مثل ما قلت لك ورانا قدوع، ورانا قد العيد. القدوع طبعا إحنا نروح كذا بيت، في كل بيت بناكل منه. نحاول ان نقلل ناكل مثلا اذا كيكه قطعه صغيره. مثل ما قلت دائما الواحد ما يحرم روحه، بس الكميه جدا مهمه. صحيح. المكسرات المالحه خاصه لمرضى الضغط يحاولون المكسرات، ترى
حصة وجدا مفيدة فيها الأوميغا 3، بس مشكلتها أن كوب واحد من المكسرات في 500 سعرة حرارية، يعني أكثر من وجبة غداء. فإحنا نأخذ حفنة بس قد اليد الصغيرة مو باليد العودة، نأكلها بحيث أن هي تفضل لما يكون فيها ملح. قد العيد، قد العيد نحاول ناخذ الطبق نص سلطة عشان نشبع، يشبع البطن. والرز تقريبا كوب واحد من الرز. اللحم تجنب اللي هو نسميه الشفل، ناخذ لحمة ما فيها دهن. أنت تتكلمين عن نقاط يعني جدا حساسة. حساسة نعم. التحلى بعد قد العيد نعم. نفضل الفواكه أو عشان ما ناكل حلو، نقدر نسوي مثلا طبق من سلطات الفواكه، نبي شوي نغيرها نحط عليها ماي زهر أو نحط عليها ماي ورد وزعفران وشوية مكسرات عشان نحن يعني نقص على روحنا نعتبرها أنها هي طبق حلو. يعني إذا إحنا حديثنا الصحي هذي بيكون طبعا مستمر معانا دكتورة في عصرية، وبننتقل لحوار نسائي آخر بس المرة لشابة قطرية التقيت فيها وشفت عندها طموح جدا رقيق يرسم طريقها للعالمية، ليس بمجرد يعني أفكار، لا عندها مبادرات حثيثة وجادة، شابة ما تعرف الفشل. خلونا نشوف هذه الشخصية القطرية النسائية من سلسلة الشخصيات الشابة اللي طلعت معنا طيلة هذا الشهر الكريم. نتابع معاكم هميان الكواري. مدعاة للفخر والاعتزاز إنكم تقابلون شابة إقطرية عندها سقف الطموح عالي وحابة في طريقها أن هي تثبت ذاتها. اليوم معاي هميان الكواري اللي بنتكلم عن جانب من جوانب حياتها الشخصية، بس في البداية شو أخبارك؟ الحمد لله، أنت شو أخبارك؟ أنا جدا طيبة ومبارك عليك الشهر. أهلاً أهلاً هميان، إحنا يعني عرفنا أن أنت عندك موهبة ومركزة عليها بشكل جدا جميل، وطامحة أن بالفعل توصلين فيها إلى العالمية، والموهبة لها اسم جدا جميل جاء من المجتمع، شنو هو هذا الماعون؟ هو اسم قديم وبعدهم مذكور في القرآن، تقريبا الناس قل استخدامهم له وبدأ يندثر الاسم، فحبيت أن أسمي مشروعي فيه بحيث أني أحيي الاسم مرة ثانية ويرجع يتداول مثل قبل. وبالفعل يعني بديت تشوفين يعني أن الناس حبوا ماعون، حبوا الاسم وحبوا إن شاء الله يعني كلهم حبوا المشروع بعد. والمشروع عبارة عن إيش؟ عبارة عن ستاندات تراثية، في مودرن، في أكثر من نوع، أشتغل على أكثر من ماتيريال، قزاز، معدن. طيب يعني معناتها هي صحون أو مواعين، نقول كذي، هي مواعين وتشتغلين وتركبينها على ستاندات، صح؟ فش الجديد عند هميان؟ اللي في السوق تقريبا أشياء مكررة، فحبيت أني أخرج عن المألوف وأبتكر شيء خاص فيني وفي نفس الوقت أسوي شيء أنا أبي. لو بنتكلم عن أحد هذه القطع، شلون كان الإقبال عليها؟ مثلاً عندك هالستاند، هو دمج ما بين القديم والجديد، عليه إقبال بما أنه غريب. طيب هنا إحنا شفنا قطعة شعبية، وهذه قطعة جداً عصرية، أنا أشوفها قدامي مع حوض السمك، و ويعني عملية دمج أو خلينا نقول الستاند إنه يعني يشيل حوض السمك وأيضا يكون بقاعدة من وهي من الصحن نفسه. هذه شلون جاتك الفكرة؟ أول شيء ما كان كلش سهل إني أسوي الستاند، انكسر أكثر من مرة، فشلت فيه وايد، بس فشلي في كل مرة كان يدفعني إني بجرب مرة ثانية لين ما أنجح. هذا أنت ماسكة فيها الدريل وكل مرة مصحن منكسر في يدي. في النهاية يعني الحمد لله لقيت نتيجة مرضية،
أنا ما أدري شلون جاتني الفكرة، بس قلت ليش ما أحط سمك؟ يعني عشان أثبت للناس أن أي ستاند أسويه ما بيصيده تسرب. طيب يعني مثل ما قلنا القطع تختلف ومتنوعة، هميان وين تشوفين نفسك؟ وين رايحة بهذه الهواية؟ إن شاء الله للعالمية، بحيث أن أبتدي أصمم ديزايناتي الخاصة وأنافس في الماركات العالمية، ليش لا؟ ماركة كبيرة تنافس برا، كل شيء ممكن. غير هذه الهواية عندك يعني مركزة فيها على خط العالمية، فسالفة موسوعة جينيس؟ تقدمت لموسوعة جينيس مرتين بحيث أن أسوي أطول ستاند في العالم. يمكن الطلبين رفضوا، بس بعد في مرة ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة. الفشل مو بالشرط يكون النهاية، ممكن يكون بداية نجاح إن شاء الله بإذن الله. مثل ما قلنا يعني هذه الأفكار أفكارك يعني جدا جميلة، والله يبارك في مجهودك ويبلغك إن شاء الله مرادك. تسلمين حبيبتي. شكرا هميان، والله يحقق لك ان شاء الله ما تتمنين. ومثل ما وعدناكم مشاهدينا ما زالت فقراتنا مستمره معاكم، وعندنا استعدادات المطار لاستقبال العيد بنتابعها، لكن بعد الفاصل كونوا معنا. حياكم الله مجددا مشاهدينا، رجعنا لكم من بعد الفاصل. ويعد عندنا مطار حمد الدولي هو البوابة الأولى للزائرين، وهو أيضا البوابة الأخيرة لتوديع المغادرين لقضاء إجازة الصيف والعيد خارج البلاد، مع أن نتمنى لهم أن يكونون هنا. لكن بعد أن للمطار استعداداته طبعا الخاصة وخطة عمل أوضعوها لتفادي هذا الزحام وتسهيل حركة القادمين والمغادرين اللي بيطلعها علينا نديبنا عبد الرحمن المري. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله مساكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة، واللي اطلع عليكم اليوم من مطار حمد الدولي، حيث استعد إدارة مطار حمد الدولي لاستقبال الكثير أو الآلاف المواطنين والمقيمين، وذلك بهدف السفر خلال إجازة العيد أو عيد الفطر المبارك. الحديث أكثر عن تنظيم وإدارة مطار حمد الدولي نستضيف معنا السيد عبد العزيز الماس، نائب الرئيس للعمليات التجارية في إدارة مطار حمد الدولي، بيكلمنا أكثر عن دورهم في وضع الخطط المتأهبة لزحمة العيد. مرحبا بك أستاذ عبد العزيز عبر شاشة قناة الريان. في البداية الحمد لله خلاص ما عاد تبقى من الشهر، نقول لكم عام وانتم بخير وعيدكم مبارك مقدما. وقت إجازة العيد الحين موجودين ما شاء الله، بنفس نشوف المطار شبه مزحوم وحركة مسافرين كبيرة، شلون استعداداتكم وما هي الخطة في وضع خطة عمل لاستقبال مثل هذا العدد؟ والله طبعا اول شيء مبارك لكم الشهر ولو ان احنا في اخر رمضان. المطار طبعا تم استعداداته خلال طبعا لاستقبال الملايين المسافرين سواء الشهر الفضيل او اشهر الصيف الموجوده. بالنسبه حق رمضان طبعا رفعنا اقصى درجات الاستعداد، من حيث طبعا بدينا احنا بتوفير بعض الوجبات افطار حق المسافرين سواء المغادرين او القادمين، واضافه طبعا احنا كاداره مطار نحاول نضمن أفضل خدمة للمسافر، وتكون عملية سلسة من أول ما يدش المطار لغاية ما يركب الطائرة، من توفير طبعا إحنا موظفين إضافيين، إضافة طبعا توجيههم توجيه طبعا صحيح باستخدام طبعا مكتب المعلومات لإرشادهم. نعم تكلمت طبعا عن هذا في رمضان، لكن بالنسبة للعيد إجازة العيد بدأت، حركة المسافرين طبعا راح تكون في زيادة آلاف، يعني أتوقع في آلاف المواطنين المقيمين قد حجزوا وإن شاء الله يسافرون ويرجعون بالسلام. يعني إحنا طبعا نقول أن الأحداث هذه في ظل وجود هذا الكيان، صراحة المطار هو مستعد لاستقبال أعداد كبيرة وملايين من المسافرين، مهيئ هذا المطار صراحة لهذا الحدث وهذا اللي إحنا كنا ننطره. إحنا كاستعداداتنا صراحة بالتنسيق مع جهات العاملة في المطار نحاول أن نساعد أو نخدم المسافر بتوفير كل سبل الراحة له خلال فترة الذروة، أن نوفر له طبعا كاونترات إضافية، نوفر الله يسلمك من حيث موظفين إضافيين للرد على استفساراتهم حتى تقديم الخدمة
اللي هو لتسهيل عملية أنهم يوصلون للمكان اللي هم يبونه بحكم أن المطار كبير وبحكم المطار محتاج إلى أن المسافر على دراية بكل قوانين السفر. نعم، هل توقعون في عدد زيادة أو في عدد معين في بالكم لاستقبال مثل زحمة عيد من خلال طبعاً حجوزات كثيرة؟ والله إحنا كمطار طبعاً متوقعين زيادة في الأعداد كبيرة. العدد كمطار طبعاً الحمد الدولي مهيئ لهذه لخدمة هذه الأعداد. كإدارة مطار والتنسيق مع جهات الاستراتيجية الموجودة معنا، الجهات العامة سواء كانوا جمارك سواء كانوا هجرة والجوازات والجهات المعنية، طبعاً فيه استراتيجية صراحة أن نخدم المسافر بأقصى درجة معينة. يعني إحنا كإدارة مطار نحاول أن طبعاً نضمن اللي هو أو نثري اللي هو كأفضل تجربة سفر ممكنة للمسافر من خلال التحديات الهائلة المفروضة من الأعداد الكبيرة الموجودة عندنا. فبالتنسيق مع الجهات الأخرى صراحة إحنا نحاول أن نقدم الخدمة هذه ونكون بإذن الرحمن إيش نقدمها ك يعني مش لأن موسم السفر ولكن في جميع المواسم بإذن الله. إن شاء الله هل في نصائح تحب توجهونها الحين عبر الشاشة للمشاهدين أو حتى المسافرين اللي ناويين إن شاء الله يسافرون؟ نعم، هي طبعا النصائح اللي دائما عادة أي مسافر لابد أن يتأكد أول حاجة بالنسبة حق الوقت اللي بيكون موجود فيه. طبعا إحنا نحب أن يجي قبلها بثلاث ساعات بحكم كبر المطار، أن يتأكد كمان الرحلة اللي هو رايح عليها على أساس أنه إيش تحسبا لأي خطأ في الشحن. وإضافة لذلك أنا أنصح يعني أن استخدام البطاقة الذكية أو البطاقة إحنا نسميها الإي جيت، البوابة الإلكترونية، هذه طبعا توفر أو تسهل أشياء كثيرة. وإضافة لذلك أنا أنصح خاصة في الخروج والدخول، يعني خروج والدخول، وأنصح أي مسافر طبعا إحنا وجود الكاونترات أو وجود الانفورميشن ديسك هذا هو اللي يساعد المسافر في توجيهاته. فيعني أرجو إذا في أي سؤال أو أي استفسار زين هم الموظفين موجودين للرد ولمساعدة المسافر سواء كان القادمون أو المغادرون. فهذه واجبنا صراحة إن إحنا إيش نثري عملية السفر ونحاول إن نكون بإذن الرحمن إيش نسهل عملية السفر لغاية ما يركب الطائرة. نعم، الله يعطيك العافية. كل الشكر السيد عبد العزيز الماس نائب الرئيس للعمليات التجارية في مطار حمد الدولي. إن شاء الله كفو وقدها في هذه المهمة. نتمنى إن شاء الله جميع المسافرين والمشاهدين يشوفونا سفر ممتع، لكن تأكدوا من التعليمات الوصول إلى المطار قبل الوقت قبل إقلاع الطائرة بثلاث ساعات، أو حتى أيضا تأكد من رحلة الطيران اللي هي نفسها، أو لا تجنب لأي مخاطر لا سمح الله أو لأي صدف لا سمح الله. هذا ما عندنا في مطار حمد الدولي. نقلناكم استعدادات إدارة مطار حمد الدولي في استقبال المسافرين أو آلاف المسافرين من المواطنين والمقيمين خلال إجازة عيد الفطر المبارك. هذا ما عندنا، نرجع في الاستديو وفي أمان الله. شكرا عبد الرحمن، ونتمنى سلامة الأسفار لكل المغادرين، ونرحب ونهلي أيضا بكل القادمين والزائرين لدوحتنا الحبيبة. ونكمل حوارنا مع الدكتورة ابتسام في سؤالي عن المصابين ببعض الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط، واللي يعني صاموا هذا الشهر الفضيل يعني بعد عملية الانتقال لهم إلى المرحلة عملية. نعم نعم، حصة نقطة وايد مهمة أثرتيها، عملية الانتقال عند مرضى الأمراض المزمنة خاصة أخص بالذكر مرضى السكر. مرضى السكر كانوا بعضهم على أدوية حبوب ثلاث مرات أيام الفطر قللناهم، بس سوينا لهم في الفطور والسحور كانوا على ثلاث مرات أبر قللناهم، بس سويناها فطور وسحور قللنا جرعة السحور سواء كانت إبرة أو حتى حبوب عشان نمنع اللي هو هبوط السكر. طبعا نبيهم يرجعون على اللي هو إذا كانوا يأخذون ثلاث مرات أو أربع مرات الإبر يرجعون عليها، إذا كانوا يأخذون ثلاث مرات حبوب يعتمد، إذا هم ما يعرفون يروحون يرجعون الطبيب يفهمهم خاصة كبار السن عشان يرجعون إلى الروتين ما قبل رمضان. مرضى الضغط، إذا بعض مرضى الضغط إذا كان عندهم هبوط خاصة اللي على مدرات البول يخفف لهم الدكتور أيام رمضان، فنبيهم يرجعون على الجرعة القبلية اللي قبل رمضان كانوا يأخذونها. نعم، ونتمنى لهم الصحة والسلامة. معناته أنهم يعني تنصحينهم لازم يرجعون للطبيب إذا كانوا ما يعرفون، يعني قلت ليش مثل كبار السن إذا ما يعرفون شلون يرجعون على جرعاتهم القبلية لازم يتأكدون عشان ما يصير فيه خربطة ويأخذون شيء المفروض ما يأخذونه إن شاء الله. ودكتورة بقول لك شكرا،
وعساك ان شاء الله من الفايزين والعايدين تلألأتي يعني وحضورك تلألأ معانا طيله هذا الشهر الكريم. الفضل حق الله وحقكم حق الطاقم الرائع، وان شاء الله من العايدين السعيدين. اللهم امين. يعطيك العافيه دكتوره. وبكذي مشاهدينا يكون احنا وصلنا اليوم وياكم لنهايه عصريه، على امل ان نلقاكم ان شاء الله باكر في عصريه جديده بمواضيع وفقرات مختلفه. مع السلامه.